من الواضح كده إن أزمة مطرب المهرجانات حسن شاكوش وريم طارق لسه ما انتهتش، واللي كنا بنقول هتخلص بعد ما يتم إعلان الطلاق الرسمي ما بينهم، بس شكلها كده مكملة معانا شوية. لا، وكمان في أطراف جديدة بتظهر زي أخت ريم ووالدها، وهما كمان كانوا بيقولوا تصريحات وبيكشفوا عن مفاجآت. طبعاً معظمنا شاف وسمع حلقة ريم طارق طليقة حسن شاكوش مع الإعلامية بسمة وهبة في برنامج 90 دقيقة، واللي قالت من خلالها تصريحات عن حسن شاكوش زي إنه كان بيخونها من رابع يوم جواز، وإنه كمان كان على علاقة فنانة مشهورة تالت حرف من اسمها حرف الراء، وإن هي شافت أيام من أصعب أيام حياتها خلال الفترة القصيرة اللي كانت فيها مع شاكوش، وإنه في البيت مش زي ما الناس بتشوفه خالص. طبعاً تصريحات ريم طارق ما عجبتش حسن شاكوش، وقرر إنه يخرج في بث مباشر على صفحته على فيسبوك ويرد بيها على اتهامات طريقته، وفعلاً خرج وقال إنه ما تعودش إنه يرد أو يتكلم في حق ست، لأن لا دي تربيته ولا دي بيئته. كمان قال إنه عشان خاطر الست دي كانت مراته في يوم من الأيام وكانت شايلة اسمه مش هيرد عليها، بالرغم من إن اللي قالته ما يرضيش ربنا، وإن زي ما الست المصرية ليها سمعة وشرف الراجل كمان ليه سمعة وشرف، وما ينفعش إن هي تطلع وتقول في حقه الكلام ده. كمان قال إنه رفض إنه يظهر في أي برنامج علشان يرد عليها أو يتكلم عن أسباب الانفصال والأزمة اللي حصلت ما بينه وما بين طريق ريم طارق. كمان قال إن طريقها الأول خرج وقال كل حاجة وقال كل اللي نفسي أقوله، فأنا هطلع أقول إيه؟ كمان حسن شاكوش قال إن أهلي ربوني إني ما اتكلمش على واحدة، وأنا مش ساكت خوف ولا ضعف، وما أقدرش أتكلم عن حاجة تمسني أو حتى تمسها، ولو هتكلم في حاجة هيبقى عيب عليا. لكن رغم كل ده ورغم أبشع الألفاظ اللي سمعتها وجت لي أنا وأهلي، سكتنا وما اتكلمناش في حاجة. وطبعاً الحكاية ما انتهتش برد شاكوش، فجأة لقينا أخت ريم طارق خرجت علينا بمنشورات جديدة على صفحتها على فيسبوك بعد لايف شاكوش، وهاتك يا تلقيح، والكلام من تحت لتحت وكله موجه لشاكوش. رنا طارق أخت ريم طارق طليقة شاكوش قالت ما بدهاش بقى وحان وقت الحرب وكل شيء مباح، وكتبت منشورين. أول منشور قالت فيه: وانت بقى طبيعة شغلك ايه يا استاذ اللي اهم حاجة فيه سمعتك؟ رقاصة؟ وبالرغم من ان رنا ما جابتش سيرة شاكوش في المنشور، لكن هي عارفة وكلنا عارفين ان كلامها ده لشاكوش كنوع من انواع السخرية على اللي قاله في اللايف. رنا ما اكتفتش بمنشور واحد ولقيناها نازلة بالمنشور اللي بعده وبرضه ضرب من تحت لتحت، وكتبت فيه: لو مش قد المواجهة اشرب قهوة واتغطى لتستهوى. طيب دي أخت ريم، لكن فين ريم بقى من كلام شاكوش؟ الحقيقة إن ريم شكلها كده واخدة راحة من الخناق والمشاكل، واكتفت بالتصريحات اللي قالتها مع بسمة وهبة في برنامج 90 دقيقة، وقررت إن هي ما تردش على شاكوش خالص. لأن ريم بتكتب ستوري على الانستجرام بسيط وبتقول فيه: متصنع الود لا يؤتمن، وفاضح السر لا يؤتمن، من غير ما تكتب أي تفاصيل أو حتى تعلق على كلام شاكوش ولا حتى تلقح عليه بالكلام زي ما أختها عملت. ودي كانت آخر تطورات أزمة حسن شاكوش مع طليقته ريم طارق، واللي بنتمنى إن هي تنتهي على خير.